إذن نحن الآن متواجدين في قلعة أثرية بين سلمانة والبرج. البرج الطريق المؤدي إليها طريق تيفي بالتيف مخدوم بالتيف. هذه القلعة هنا مطلب لسكان أهل المنطقة من أجل تصنيفه. معنا الأخ مصطفى المريقل. مصطفى المريقل في الحلقة غني عن التعريف. ومعنا كذلك يحضر معنا الحاج جمعي أبو جلال والمقدم بايا زيد حواء والحاج حواء كذلك والأخ اللي احنا أخوانه محمدي محمد ربي يعوضه إن شاء الله. ومعنا عبد الرحمن كذلك حواء. الأخ مصطفى ممكن شنو المطلب الأساسي تاعك؟ هذه اللي دخل مداخل البلدية وهذه اللي تجيها الناس. احنا في